موضوعنا الكتابة المعاكسة. أول شيء خلينا نعرف هذا المصطلح قبل ما نعرف منك كيف ممكن نعالج. هلا هي الكتيبة المعاكسة هي منشوف الكلمات أو الأحرف بيكونوا كليا باتجاه معاكس. هلا هذا الاتجاه ممكن يكون أفقي أو عمودي، بس أكتر شيء منلاقيه بالاتجاه الأوريزونتال، يعني بيكونوا الأحرف حقيقة بدل ما يكونوا بهالطريقة بهالطريقة. وفينا نقريهم إذا حطينا مراية، فينا نقريهم بيكونوا بصيروا صحيحين. بتبين عند الأولاد أكيد هن وصغار، في أوقات في أحرف معينين بيكونوا بنشوفهم أكتر بكتير من غيرهم، على طول في أغلاط فيهم، مثل حتى الأرقام 3 7، كمان البي والبي مثلا او بي ودي. وفي عند بعض الاولاد بيكون في اكثر من حرف او حرفين او رقم. هون الفرق بين الاولاد اللي بيكون عندهم كثير او بس شوي، بتكون مرحله بس. عم نشوف طبعا الصوره سوا سوفيا. إيه اذا انتبهتي هون مكتوب ميرور رايتنج، يعني 100% مشقلبين الاحرف. في شغله فينا نعملها بالبيت، إذا الولد إن كان عنده صعوبة تعلمية أو لا، أو عنده عم بخربط، نكون نحن عم نساعده ما نعطيه دفتر خط. أول شغلة لأنه دفتر الخط أوقات الولد بحسه مثل القصاص، يعني ما كتير بحبه. نساعده أكتر يكون بالبات أمودلي، بالتراب، بالرمل، بخرز عم بيكتب الأحرف. نعلمه من وين بده يبلش، أهم شيء بالحرف إجمالا من وين بده يبلش. منحط مثلا نقطة، منحط علام، منحط سهم فلاش حتى يعرف مظبوط بأي اتجاه بده يبلش. منحط نقاط، منكون عم نجهز بحبل، بكتير أشياء بتكون هيك لعبة وعم نسهل له، وهو يعني عم بحب الولد عنده الحشرية يتعلم.